الدورة بتوقع. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله الله فرجها، رب العالمين ما في اقرب منه. بس الانسان يصبر، بده صبر. الله يزمك. لا 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 عمي لا طعم. والله نحن الحمد لله نحن مثل اولادنا. أبو شادي وأم شادي زوجين صار لهم سنين طويلة عايشين سوا في هذا البيت، هذا البيت اللي كان بيقويهم وبيقوي أحلامهم ومستقبلهم تحول اليوم لأنقاض، أنقاض ما لها أي قيمة، أو يمكن هي القيمة الوحيدة اللي بقيت في حياة أبو شادي. واليوم حرفياً ما بقي عند عائلة أبو شادي إلا هالكم حجر المرمية على طرف الطريق والحب وشوية صبر. لهيك اليوم نحن هون، أنا مهدي واليوم في أمل جديد. يا الله شادية. يا الله السلام عليكم. سلام. أنا كيفك؟ شو الأخبار؟ شلونك؟ على راسي. أنا مهدي كمك، نحن من تلفزيون سوريا عم نصور، عم نسمع قصص الناس، فإذا ممكن ناخذ من وقتك. تفضل. الله يسعدك. تفضل. عمي أبو شادي، خالتي أم شادي، أول شيء ألف الحمد على سلامتكم، الله يجبر مصابكم ويخفف عنكم ويعوضكم بالخير يا رب. الله يسلمكم. هذا بيتكم؟ هذا بيتنا الحمد لله. كنتوا في وقت الزلزال؟ كنا نايمين بالبيت هوني، وفاء ابني الساعة 4:05، بعد بعشر دقايق حسينا صار الهزة اشتغلت، فكرنا هزة بسيطة مثل هزات القديمات. كان بيجي هزات قديمة لهون؟ كان قديمات يجي هزة قبل، بس خفيف يعني. خفيفة قبل هاي الهزة بشهر، اجت هزة خفيفة ما حدا يعني شعر فيها شيء بسيط، فكترة الهزة لبين ما بدنا نطلع من البيت ما بقى نقدر، صرنا نوقع. رقدت بنتي بهذه الغرفة هون، بهي الغرفة، بهي الغرفة بتنام لحالها. اجت رقيد من البيت لعنا، خلعت الباب فاتت علينا، قال قوموا الدورة بتوقع. الحمد لله على سلامتك. ما بقدر اترك البيت لاني هذا عشت فيه كل عمري، وانا وامي واخواتي واولادي وتجوزت فيه. معلش نشوف الغرفه من جوا، لانه انا شايف انه كثير متصدعوا هيك. ان شاء الله لك. هاي انا ساكن فيه، وهي الاساس. هذا خطر يعني. عم شادي كيف ساكنين فيه؟ في اغراض يعني، في اغراض بالمطبخ، هاي الاغراض هم ننام عليها، والصوبه مشغله بالليل مشان نتدفى وقت البرد، لاني صار يصير برد كثير هلا، فتحت الحيطان والشباك. يا عمي ابو شادي بس دقيقه، هذا الحيط هلا اذا بتميل عليه بيوقع بيطب، انت كيف ساكن هون؟ ايه ما عم بحسن يعني، ما عم بحسن اترك البيت من كثر تعلقي فيه من انا يعني وصغير. كم ولد عندك عمي ابو شادي؟ انا عندي 6 اولاد. 6 اولاد. ايه. الله يخلي لك. صبيين واربع بنات. واربع بنات ما شاء الله. طيب انت ما عندك امكانيه ماديه انك تقدر ترمم البيت من اول وجديد؟ ما عندي، لاني انا ما بتشتغل شيء. هاي ايدي عامل يسالوا علي في البلد. ذهب هالايدين، ذهب والله ذهب. الحمد لله انا بشتغل عامل، وانا معي مرض بالقلب، وفي ابني عندي هذا ما في مصري قوي، كان بده عمليه الحمد لله على الادويه عند الدكتور بدر جبس، انه 3 سنين ونص عم نعالج فيه. الله يشافي ودواء حصرا يعني. سوري اذا تركي هذا بتجيبه ببلاش التركي. الله بس يشافي ما الله يسهل لكم. طيب عمي ما بيطيبوا التركي، بده حصرا سوري. قبل بدي تحكي لي شو اكثر قصه بتاثر فيك بالبيت هون؟ تاثر فيني هون بالبيت؟ ايه. انا اكثر شيء بياثر فيني الاولاد، ابني ما بريد اتركن طول، زوجتي اللي قال ما اغلى من الولد الا ولد الولد، لكن اللي احتضنتني انا اولاد ابني، انا هاي مرتي، هاي خالتي لهول الاولاد اللي هلا خواته لشادي، ما أمه لزم، بيحبوها أكثر من أمهن، وهي كل البلد مين بيريدوا يحبوا يجوا يسألوا عليهن، بيحبوها أكثر من أمهن. امرأة صالحة ربتن أطفال صغار، هي دينة صالحة وأهلها دينين، ربوها على التقوى في الدرجة الأولى الحمد لله.
قديش حلو عم يحكي عنك هيك. تفضلي تعالي تعالي خالتي مشادي تعالي. الحمد لله نحن العالم يعني تفضلي وقفي جنب خالتي صبورين بقضاء الله. رب العالمين رزقك القبول ما شاء الله عليك. الله يسلمك. طيب بدنا نسألكم سؤال خالتي. ايه تفضل. انت وعم يا مشادي اذا عرفتوا تجاوبوا بتربحوا معنا هدية. ما عرفتوا تجاوبوا تخسروا ان شاء الله. فلازم تركزوا معنا كتير كتير منيح. سؤالنا بيقول بدي اعطيكم مكانين بدكم تحكوا لي وين موجودين هالمكانين هدول. أيوة. تمام. أيوة. المسجد الاقصى وين موجود؟ المسجد الاقصى موجود في فلسطين. في فلسطين. برافو عليك. سؤالنا الثاني بس حتجاوب عليه يعني خالتي مشادي مشان يصير نص بنص. سؤالنا الثاني رح جاوب عليه خالتي مشادي. أيوة. مشان الهديه تكون نص لك نص له. ماشي حطلع. ما دخلني بدك تجاوبي. الكعبة الشريفة وين موجودة؟ مكة مثلاً. برافو عليكي برافو عليكي. والله الله يعطيكم العافية. كنت أعمل لها جمعية اسألها خليها تحكي لها. مشان تروح الحج؟ مشان الله كريم. هلا أقول لك شغلة. أيوة. ربحت معنا جائزتك. يا راسي الله. تمام؟ بس الجائزة موجودة برا. يا راسي. ما رح نقدر نجيب لك إياها لهون لأنه هي بمحل بدنا نروح نشتري لك يعني بصراحة. ربحتوا معنا كيلو مكسرات. يا راسي الله يجزيكم. الله يسلمكم. بتروحوا معنا مشان نسلمكم إياها؟ إيه ما في. وألف مبروك بهالشكل يعني بكون عملنا اللي بيطابقنا. يلا نروح سوا. جهزنا لعائلة أبو شادي مشروع بسيط مع سيارة ليقدروا من خلالهم يستمروا ولو بشيء بسيط ليرجعوا يلملموا شتات الأنقاض اللي بعثرت حياتهم ليرجعوا يحلموا من جديد. الطريق عندكم كتير متعبة مشادي. رغم انه سبحان الله الحارات القديمة كلهم بيكون فيها بيناتهم حواري فرعية. خيو شوف يون سيارة مكسرات موالح وهيك. إيه ربحت معنا كيلو مكسرات وموالح وهي قصص. الله يرزقكم ويجزيكم الخير يعني والله لو يطلع بايدنا شيء اكثر من عيوني بس والله يا عمي هذا اللي طلع. خيو صاحبه مو موجود لهالزلمه. ايه ما بناخذ صاحبه. ما بناخذ صاحبه اذا مو موجود؟ لا. طب شو رايك اذا بحكي لك انه انت صاحب هاي السياره؟ والله والله عظيم قول كلامي. ايش شو رايك اذا بحكي لكم انه انتم هاي السياره وكل شيء موجود في قلبها لكم؟ والله انتوا اولاد اصل انتوا الكرم. لا يا عم نحن سالناك وجاوبت. والله انتوا الله بيبعثكم للبيئنا المحتاج. الحمد لله يسلمكم يا رب. هلا صار في عندك مشروع قادر من خلاله تطلع تغير نفسيتك تشتغل وتجمع مصرياتك وترمم بيتك. الله يجزيكم الف خير. الله يسلمك يا عمي. الله يسلمك يا رب. الله يسلمك. اخترنا لك البهارات والمكسرات وهيك لانه هي مبدا صنعه يعني خلص مين من كان قادر. السياره معبايه بالكامل طبعا والسياره عقده باسمك ملك لك. الحمد لله الحمد لله. الله فرجه رب العالمين ما في اقرب منه. بس الانسان يصبر بده صبر. رب العالمين خلق الصبر وخلق النسيان مشان الإنسان ينسى المتاعب ينسى المشقة. الحمد لله الله أكرمني بعد 64 سنة تعب ورقي دون وهون وشغل عند العالم الله أكرمني. أكرمني بالعالم الطيبين الحمد لله. فشو بدنا نقول؟ انه دائما في امل. الحمد لله دائما الله كريم لله. دائما في امل. الله يسلمك. لا 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 عمي لا طعم. رب العالمين ما في اكرم منه بس بده صبر الانسان يعلق امله في رب العالمين. الله احنا خلصنا شغلنا على راسي. الله هيك الله يبارك فيك مشان ديري بالك على حالك. الله يبارك فيك استلموا توكلوا على الله. السلام عليكم. ضحكة أم شادي ما كانت تقدر بثمن وصلاة الشكر اللي صلاها أبو شادي حرفياً فطرة قلوبنا. مصاب أبو شادي مصاب كتير كبير واللي فقده كتير صعب إنه يتعوض ولكن أبو شادي اليوم هو اللي حكى لنا إنه مهما كان ومهما حصل دائماً وأبداً رح يكون في أمل جديد.
وهيك بعد ما وصلت سيارة الأمل والمشروع لأبو شادي بيكون انتهت حلقتنا لليوم. أي حدا حابب يساعد بأنه نوصل سيارات الأمل والمشاريع للناس لحتى يقدروا يوقفوا على رجلهم من أول وجديد، ما عليك إلا تزور الرابط يلي موجود على الفيديو هاد وتساهم بأي شيء حابب أنك تساهم فيه، مهما كان المبلغ بسيط رح يعمل فرق كبير جدا جدا جدا. كنت معكم أنا مهدي مع فريق برنامج في أمل، انتظرونا في الحلقات القادمة على شاشة وجميع منصات تلفزيون سوريا.